في حالة الحرب مشاهدينا تغيب مظاهر الحياة، ويصبح الصراع من أجل نجاة الشغل الشاغل للعائلات وأطفالها، وهذا هو حال قطاع غزة اليوم الذي دخل يومه الثالث من العدوان الإسرائيلي. بعد سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، شلت الحركة في أنحاء قطاع غزة المحاصر إلا من سيارات طواقم الإسعاف، وأغلقت المدارس والجامعات وأبوابها حتى انتهاء حالة الطوارئ. ورغم أن أطفال غزة يعيشون في حالة رعب تحت وطأة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الأحياء السكنية، ورغم انقطاع التيار الكهربائي، تفاجأ أهالي طلاب مدارس وكالة الأونروا بتوجيهات من المعلمين تطالب الأطفال بالتسليم واجباتهم المدرسية عبر المنصة الإلكترونية للتعلم عن بعد. هذه التوجيهات أثارت حافظة الأهالي الذين احتجوا على استمرار العمليات التعليمية دون مراعاة ظروف الأطفال الذين يعيشون حالات خوف وظروف نفسية صعبة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أيام، وهو ما عبر عنه أبو سمير العمودي الذي توجه برسالة مصورة إلى معلمي وإدارة وكالة الأونروا للتعبير عن احتجاجه على استمرار العملية التعليمية أثناء العدوان. نشاهد. رسالة إلى وكالة الغوث، يعني بتبعتوا قاعدين وجه الطلاب أيها الزملاء الأعزاء إلى المنصة التعليمية عشان يحلوا الواجبات. وكالة أولادنا مش ملحقين نوديهم الحمامات مش يحلوا واجبات، يعني معلش إحنا مش في رحلة، مش في دريم بارك، هذا متجو أكشن فوتوشوب، هذه حرب وكايمة. يعني يلا أولادنا قاعدين بيصرخوا لابدين في أحضاننا، واجبات إيش اللي بدنا نحل؟ رسالة الاحتجاج ردد صداها كثيرون على المنصات. إلهام غالي والدة أحد الأطفال استنكرت إرسال المعلمة واجبات مدرسية وأوراق عمل للرياضيات واللغة العربية وغيرها من المواد الدراسية. في المقابل تقول هبة أنور إن سبب التكليفات المدرسية يعود إلى توظيف مدارس الوكالة لمعلمين بعقد عمل يومي، وإذا توقفوا عن متابعة الطلاب فسيتم خصم ذلك من رواتبهم. أما ولاء فتستنكر فرض واجبات على المنصات التعليمية خلال الحرب، وقالت إن قلوب الأطفال غير قادرة على تحمل المزيد من الضغوط. أهلا بكم متابعي التلفزيون العربي على يوتيوب، معكم فرح فواز، أدعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على سبسكرايب لتصلكم إشعارات تغطياتنا الإخبارية وبرامجنا، إضافة إلى التحقيقات الخاصة والوثائقيات.